طيب ناخد اتصال تاني. السلام عليكم، وعليكم السلام، اهلا بيكي. ازاي حضرتك؟ عاملة ايه؟ الله يسلم عمرك يا حبيبتي، الحمد لله كله تمام. أنا فرحانة جدا إن أنا كلمت حضرتك. ربنا يفرح قلبك يا رب، وبشرك بشارة خير ليكي يا حبيبتي، يا رب يا رب. اتفضلي. أنا كنت حلمت إن أنا كنت ماشية أنا وأختي، وبعدين دخلنا محل ملابس داخلية، تمام. وبعدين ما فيش حاجة اشتريناها يعني، وخرجنا من المحل. تمام. بس كان في، وبعدين مشينا الدنيا كانت ضلمة، فالراجل بتاع المحل ادانا تليفون صغير كده بزراير تمام. علشان ايه انور بيه، وكان جنبي واحدة اسمها منال. تمام. فبعدين بنور بالكشاف اللي هو بتاع الراجل ده الصغير، وعمال انور في التليفون بتاعي، فالضوء مش عامل قوي. برضو. تمام. وبعدين دخلت انا وهي محل بتاع جبن، فهي خدت حته جبنه، فالست بتقول لها انتي قليلة الادب. بتشتم اختك؟ هي اخدت سرقت يعني ولا حاجة؟ خدت حته جبنه. تمام. وبعدين مشيت انا وهي، وفي كان في بوك مرمي في الارض شبه بتاعنا. فبعدين الست قالت لنا خد البوك ده، وبعدين لما انا خدته لقيت نفس الست اللي شتمت اختك؟ لا، احنا واحدة مشينا تانية. بقى من المحل. تمام. وبعدين الست دي ادتني البوك، عشان انا عارفه ان البوك ده بتاعنا. فبعدين بفتحه كده ولقيت البوك بتاعنا معايا، فقلت مش بتاعي، مش بتاعنا ده. فبعدين البوك ده اتحول لبراء اللي هو تمام. ماشي، فقلت لي انا هدي للست موجوده قاعده عشان مش بتاعنا. واديتيه اديتهولي لها. فعلا، اديتهولي فعلا. تمام. ودخلت شاطر. مكان بيبيع سمك اللي هو الفسيخ ده. تمام. فبعدين ايه، انا بقول للراجل بدوق، فانا بدوق الراجل اداني بيوزن لي، بقول له هو انت بتوزنني من غير ما اعرف السعر؟ تمام. ورحت ماشية وسايباه. شاطر. وبعدين؟ وبعدين رحت مشيت، ف انا وماما كنا عائشة بقى اختي، راحت هي راحت تجيب السمك من الراجل، انا ما كنتش منها، لقيتها جابت نص السمكية اللي انا دقتها. تمام. وبعدين رجعنا للراجل لقيناه خلص، قال بيقول ايه الفسيخ، قال هو لو ما كانش حلو كان اتباع كله. وبعدين مشينا، فانا وماما كنا دخلنا محل بيبيع سمك متلج. هو في واحدة فيكم عندها 27 سنة أو شكت على السن ده؟ لا، انا عندي لسه مكمله ال24. انت وأختك؟ لا، ده هي في اولى ثانوي. انت الكبيرة؟ طب كمل. ودخلنا المحل اللي هو بتاع السمك المتلج ده، وبعدين ماما بتسأل على سعر، بيقول لها ده سعر، ده اغلى ايه، اغلى سمك في السوق، يعني انت ما مش اي حاجة هتشوفيها زي اللي عندي ده. تمام. وهي انا بقى، وانا كنت باكل الفسيخ، طلعت من شنطتي رغيف عيش كنت باكل بيه. تمام. فبقى في الحلم اللي هو محل السمك خلاص المتلج. خلاص خلاص، هي الرؤية وضحت. أنا سألتك على حد عنده 27 سنة، صح؟ أنت عندك 24 سنة، لسه مكملين السنة دي. أكيد دخلتي 3 أماكن في الرؤية. شوفي الرؤية ماشية معاكي إزاي، محل ملابس، محل سمك، موضوع البوك، 3. دول 3 سنين لحد ما توصلي 27. في فرص هتجيلك. بصي يا رؤية ما شاء الله وضحت إزاي، في فرصة هتجيلك، فرصة ارتباط، والموضوع هيتكرر معاكي. طبعا كان أفضل ما فيهم موضوع البوك اللي اتحول لملابس داخلية، أو برضو المحل اللي انت دخلتيه ده أو ده، هيجيلك 2 كويسين. بس انت بسبب قيل وقال بيتقال ضدكم، أو انت مثلا ممكن تكوني صريحة شوية، ففي حد هيوقف لك السكة دي. دي الست اللي شتمت أختك في الرؤية،
للست اللي شتمت اختك. فلو انت مثلا يعني حد جاب سيرتكم بحاجه، حد جاب سيره اخواتك بحاجه، مش عايزاكي تصدري نفسك، فهماني؟ تصديرك كده ان انت مثلا هتاخدي حقك او حق اختك ايا كان الوضع ايه، الموضوع لا قدر الله ممكن يوقف لك 2 ارتباط كانوا كويسين جدا. موضوع الفسيخ ده مش مشكله، تمام كده؟ فيا رب تكوني انتبهتي للرؤيه، وسبحانك يا رب الرموز وضحت، وان شاء الله ربنا يعجلك الخير ويرزقك بالانسان اللي يسونك ويستاهلك.